طبعا بكل متابعي مشاهدي رقم عشرة في كل مكان وزي ما عودناكم في لقاءاتنا الخاصه بيكون معانا نجوم الدوري المصري سواء اللاعبين او المديرين الفنيين النهارده معانا مدير فني مميز بدا تجربته في نادي وادي دجله ثم المحله والبنك الاهلي واخيرا هو المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السكندري مستر بابا فاسيليو ومستر بابا فاسيليو يمكن في البدايه برحب بيك وعايز اقول له منورنا في برنامج رقم 10 على القناه الاولى

تجربة الاتحاد السكندري شايفها ازاي بعد عدة تجارب مع أندية مصرية في الدوري المصري؟ us, can you, can you Yeah, first of all, uh, yeah, you're right. You can call me Egyptian. Uh, I really... طبعا انت عندك حق طبعا هو مصري بقاله خمس سنين وطبعا عنده تجارب ممتعه في مصر وهو مبسوط حاليا دلوقتي وطبعا مبسوط ان هو في اتحاد نادي كبير ومتحمس طبعا للتدريب نادي, نحن نادي الاتحاد نحن نادي و... <applause> كوتش اكيد عندك احلام وطموحات عايز تحققها مع نادي الاتحاد شايف ايه احلامك مع فريق جماهيري كبير بحجم نادي الاتحاد السكندري yeah, هو طبعا قال لي طبعا لما يروح لنادي الاتحاد لازم عارف حجم نادي الاتحاد طبعا الاتحاد نادي نادي جماهيري طبعا على طول بينافس على من الاربعه الاوائل او السته الاوائل وهو طبعا يعني عنده اول يعني اول ما قعد مع مستر مسلحي طبعا عنده الاهداف ان هو عايز يحقق حاجه فيبدا يبدأ بالاهداف الصغيره وعنده ست اسابيع كويسه ان هو يحضر للفريق ان شاء الله وبس هو يعني يعمل ان هو يحقق الهدف اللي هو عايزه ويدي الاتحاد في المكانه كويس فكره ان انت تبدا مع فريق من اول السيزون انت اللي بتختار اللعيبه انت اللي بتخوض فتره الاعداد هيفرق معاك عن ان انت في بعض التجارب كنت بتروح في نص الموسم او مع نهايه الموسم التجربه مع الاتحاد هتكون مختلفه ان انت بادئ من اول الطريق Because when you take a team in the middle of the season, أنا بيتكلم عن طبعا حاجة كويسة طبعا مش مختلفة لو أنت أخذت فريق من نص الأسبوع، نص الأسبوع أنك بتحاول بيبقى عندك وقت وصعب، بتحاول أنك تقول لهم على أفكارك ويلعبوا بأسلوبك، فأنك تبقى أول طبعا عشان تديهم الهوية بتاعته أو نموذج نموذج اللعبة اللي هو بيفضل يلعبها فطبعا هو برضو كان مع كان عنده الفرصة ان هو برضو يكون عنده البري سيزن او الفترة الاعداد كويسة برضو ست اسابيع وعرف طبعا ان هو يطبق او يقول النموذج اللعبة او الستايل اللي هو عايز يلعب بيه للعيبة عايز برضو اسأله عن اختيارات اللاعبين الجدد انت بادئ الموسم من اوله اكيد الاختيارات كان له دور مهم فيها الاسس اللي علي اساسها اخترت اللعيبه والمراكز اللي اخترت بيها اللاعبين اللي انضموا للاتحاد وخاصه ان الاتحاد ابرم اكتر من صفقه يمكن عدد كبير من الصفقات yeah, طبعا هو بيتكلم طبعا ان هو اول ما جه قعد مع مستر مسيحي والمجلس الاداره وكابتن امام اتكلموا ان هم عايزين يبرموا صفقات جديده عشان ينزلوا بالاعمار السنيه ويبقى عنده اللي هو التوازن ما بين اللعيبه الصغيره واللعيبه الخبره وطبعا كان حابب في كل مركز على الاقل يكون في اثنين لعيبه كويسين عشان يكتر المنافسه ما بينهم ودي حاجه كمدرب تبقى حاجه كويسه ليه عشان يكون في منافسه قويه ما بين اللعيبه والمراكز. very <applause> good players in the same position. يعني انا عايز اساله السؤال واسالك مستر فاسيلي سؤال من 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 كلامه ده اثنين زي عبد الله بكري ومحمود متولي لاعب النادي الاهلي اصحاب خبره لعيبه كبيره لعيبه لعبت في انديه كبيره وكانوا متالقين مع انديتهم شايف ان هم اضافه لنادي الاتحاد وخاصه ان الاثنين بيلعبوا تقريبا في نفس المركز او في النواحي الناحيه الدفاعيه في فريق الاتحاد they can play together. They play in the same Yeah, we play with two center backs, sometimes with three. <laughs> طبعا هو بيتكلم ان اثنين لعيبه اثنين لعيبه كبار اثنين لعيبه بجوده عاليه جدا محتاجينهم طبعا هتبقى حاجه اضافه للفريق واضافه لنادي الاتحاد وهتبقى حاجه كويسه كمان ان يتعلموا منهم لما عندهم حته ال... الاداره كويسه او عن... او اللي هم كباتن كانوا كباتن في فرقهم فهتبقى دي طبعا الجوده طبعا اللي هم الفريق الاتحاد بيبص عليهم. we have also young players in this position that they will learn so much from those players سؤال مباشر هل تمنيت ان تمنيتي ان مابولولو يكون موجود في الفتره دي ويكمل مع نادي الاتحاد وهل التعاقد مع مهاجمين زي فادي فريد ممكن يعني يملى المكان او الفراغ اللي تركه مابولولو faz of all uh, i i want to say that uh, مابولولو هو فانتستيك بلاير فور ذا طبعا هو بيتكلم ان اول ما جه النادي طبعا كان النادي زي اللي هو مضطر يبيع مابولولو عشان طبعا كان جاله فلوس كويسه قوي فطبعا دي حاجه طبعا جزء من اللعبه طبعا آآ فهو دلوقتي بيتكلم ان مع وجود فادي فريد وان شاء الله ممكن اجنبي تاني يكون اضافه للفرقه ان شاء الله هو يعني بيقول لك ان اهم حاجه ان كده كده هيبقى يعني هيبقى في جوده في المهاجمين لان هو عايز يعمل هويه عايز يعمل نموذج لعبه تخلق ان الفريق يبقى قوي هجوميا وعايز يخلي ان في فرص للتسجيل اقوى وان ممكن اكتر من لاعب يسجل فورين سترايكر السكواد اللي اختاره او اللعيبه اللي موجوده حاليا مع مستر بابا فاسيليو شايف ان هي تقدر تطبق فكره والتكتيك اللي بيلعب بيه من ايام وادي دجله المحلة البنك الاهلي الاتحاد هيقدروا هيقدروا يساعدوك ان انت تادي بنفس تكتيك اللعب اللي انت بتعتمد عليه وهو بناء الهجمه من اول حارس المرمى everywhere i have been uh, i think i show that i put my stamp طبعا هو بيقول طبعا ان اي نادي او اي حته راح فيها هو عارف يقدر ان هو يسيب البصمه بتاعته فهو طبعا نادي زي نادي الاتحاد بالقيم الكبيره دي هيشتغل على يعني هنشتغل على الموضوع ده وهيساعده وهو طبعا يعني مع ان هو يبني هويه او يبني اسلوب لعب للفريق هو شايف ان اللعيبه اللي احنا ماضينا معاه او اللعيبه الموجوده هتقدر تساعده وطبعا فتره الاعداد دي اهم حاجه ان هي فتره كويسه ان يخلي ان هو يعرف يخلق ما بين كل الجهاز وكل اللعيبه ان هم كلهم يبقى كتله واحده عيله واحده ودي حاجه مهمه بالنسبه له فدي حاجة يعني وهو كمان متحمس إن شاء الله مع التجربة اللي يعني شغال فيها مع الاتحاد إن شاء الله يعني نجح مع دجلة نجح مع المحلة وإن شاء الله نتمنى له النجاح مع الاتحاد السكندري لكن تجربة البنك الأهلي يمكن ما كانتش بالنجاح المتوقع ايه الاسباب رغم ان البنك نادي مستقر نادي كان عنده سكواد كبير من اللاعبين ايه سبب عدم النجاح المطلق او الكامل مع البنك في تجربه البنك الاهلي؟ The the, the first five games that I was there طبعا بيتكلم ان التجربه يعني التجربه يعني بعد ما الموسم الثاني بدا كان في مشاكل كتيرة مشاكل يعني مش حابب يتكلم فيها او يعني مشاكل كرويه عاديه بتحصل في اي اي جزء من جزء من اللعبه خسر في دقايق أخيرة كان في ماتشات خسرها يستحق يكسب وبعد كده تراكمات زمالك بيراميدز فيوتشر بس طبعا هو بيتكلم ان عنده علاقة حلوة بالبنك الأهلي وطبعا ورئيس النادي أستاذ أشرف ودلوقتي بقى مع إن شاء الله مع الاتحاد هو رجع طبعا هو كان بيتكلم برضه ان هو كان برضه بيحب ان هو يعني كان بيخلق بيئة كويسة اللي هي الأسرة وكله يبقى واحد فهو دلوقتي بقى رجع تاني وعايز بقى يرجع لأسلوب اللعبة بتاعه و ويشتغل مع الاتحاد بالاسلوب بتاعه فوتبول از لايك ذيس سام تايمز يو نو يو ستارت وي هاد فيري ديفيكالت جيمز الاتحاد قادر على المنافسه ورايه ايه في شكل الدوري المصري هل الامور هتستمر ان الاهلي والزمالك والبيراميدز دايما هم المتصدرين في الفتره الاخيره ولا ممكن نشوف الاتحاد ممكن نشوف فرق ثانيه تقدر تفوز بالدوري Yeah, for the uh, first of all, I, I have to say that there is many good teams. طبعا هو شايف مع الاهلي والزمالك وبيراميدز ان دلوقتي بقى في الدوري المصري بقى في انديه كتير قوي بتنافس طبعا مع الاستثمارات اللي بتحصل هو زي ما قال على زد وسيراميكا ومصري شايف ان ان هدول هيخلقوا منافسه وطبعا الاتحاد هيخش معاهم وهينافس ويتمنى ان هو ان شاء الله احنا نخلص من الاول من من, من, من الاول السوادس اللي على الدوري لسه عند رأيه مستر بابا فاسيليو ان الاهلي هو المنظمه او المنظومه الاكثر احترافيا والاكثر استقرارا في مصر وهل مستر بابا فاسيليو اتمنى في يوم من الايام ان هو يمرن النادي الاهلي؟ <تصفيق> <تصفيق> um, The size of Al Achli uh, is uh, one of the biggest in Africa. Uh, I think everybody every, everybody knows this. طبعا بيتكلم طبعا النادي الاهلي نادي احترا... طبعا عنده يعني نادي كبير نادي كبير في افريقيا كلنا عارفين الكلام ده كله طبعا عشان هو نادي يعني احترافي كبير طبعا عشان كده حقق كل البطولات دي وده حاجه واضحه يعني بس هو ما يعرفش الانديه الثانيه يعني يعني المستوى الاحترافي فيهم بس طبعا واضح ان الاهلي المستوى بتاعه عالي قوي عشان بيكسب بطولات كثيره طبعا بيتكلم على مستوى ان طبعا عنده احلام وطموحات لو عندكش احلام وطموحات طبعا تقعد في البيت فطبعا عنده طموحات واهداف ان هو يحققها وطبعا هو نفسه يحقق طموحات كبيره طبعا مع الاتحاد ويسعد مستر مسلحي والجماهير والناس كلها ان شاء الله. So of course I want to make the best with my club. خصوص ذكر النادي الاهلي واكيد هو متابع لكره القدم المصريه توقعاته بقى لمواجهه الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي وخاصه في ظل التدعيمات الكبيره اللي شايفينها مش بس في الاتحاد في الاهلي وفي الزمالك وفي كل الانديه كان في ميركاتو صيفي كبير لكل الانديه توقعاته لمواجهه الاهلي والزمالك في ظل المعطيات اللي شايفها دلوقتي مستر بابا فاسيليو اه بيتكلم طبعا ان ان الديربي ده ديربي كبير ما بين الاهلي والزمالك كمستوى مش فارقه مستوى عملوا ايه او اي حاجه بس هو طبعا ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى ليها طعم مختلف خالص فاحنا شفنا مثلا ان الاهلي كان مثلا كان كان في مستوى عالي جدا والزمالك برده قدر هو يكسب فماتشات الديربي دي دايما بتبقى 50 50 مالهاش توقعات so anybody can win this game. متابع منتخب مصر الوطني في التجربه المحليه مع كابتن حسام حسن شايف ان المنتخب افضل ولا التجربه البرتغاليه او التجارب اللي قبلها كانت افضل لمنتخب مصر؟ uh, Yeah, first of all, uh, uh, it's it's good uh, that the Egyptian national team can طبعا هو شيء طبعا بيقول يعني إن, ان ان المدرب الوطني دي حاجه كويسه وحاجه حاجه اضافه للمنتخب او لاي منتخب وطني بيعين منتخب وطني بس طبعا لو اتكلم على فيتوريا او كيروش ان هم كانوا خبره كبيره جدا واضافوا كتير قوي للمنتخب بس هو طبعا يعني بيتمنى التوفيق للاسطوره كابتن حسام حسن ويتمنى يشوف انه يحقق كل اهدافه وكل طموحاته مع الفريق وان مصر تلعب بالاسلوب اللي هو عايزه وبيتمنى ان شاء الله ان يشوف مصر في كاس العالم ان شاء الله اللي and for the country. اللاعب المصري المختلف او اللي شايف ان هو لعيب مميز عن باقي اللاعبين في مصر شايف ان هو الافضل في مصر uh, yeah, there is so many so many good players and we can see now that uh, there is uh, five six uh, top players in the five uh, best league هو بيتكلم عن اللعيب اللعيب المصري لعيب كويس طبعا في لعيبه كتير مصريين محترفين كتير قوي في الانديه الخمسه التوب على العالم آه واتكلم طبعا آه وطبعا مؤخرا ظهر ابراهيم عادل وظهر عبد المنعم راح احتراف في فرنسا, فرنسا, نيس يعني وبيتكلم ان 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 اللعب للمنتخب ده لعب حاجه كويسه بيديك فرص انك تتشاف وكان طبعا بيتكلم عن المستوى المنتخب الاولمبي لما كان بيلعب في الاولمبيات وان كان في تشاف وفي كشافين بيتفرجوا وفي ناس بتتفرج وبيتكلم على اهميه ان لعب المنتخب حتى هو لما كان في اليونان وراح نيوكاسل هو راح بسبب ان هو كان بيلعب في المنتخب المنتخب. فالمنتخب ده بيبقى باب كويس باب حلو لاي حد عشان بيبقى طبعا في كشافين وفي ناس من كل انحاء العالم بيتفرجوا عليها مش بس المنافسات اللي هي بتاعه الانديه اللي موجوده عندنا جوه افريقيا وطبعا نتكلم عن عن, عن 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 تجربه محمد صلاح طبعا ان هي تجربه تجربه كبيره ان هو كان جاي من المؤولون وبيقول يعني لاي حد ان يروح للمنتخب لازم يلعب بشده ويجتهد لان طبعا لو جاله اي انتقال او اي فرصه لازم يمسك فيه عشان ده باب النجاح او باب الحلم for the national team and this is the message for me to all those players بخصوص محمد صلاح عايز اسالك سؤال سريع اللاعب المصري اصبح محترف ولا لسه فكره اللي الهوايه مؤثره عليه لسه ما وصلش لدرجه الاحتراف الكامل The professional level in in Europe is in highest standards. That's 100%. Uh, there is a big improvement. <applause> طبعاً عن معايير اللاعب المحترف في أوروبا يعني عالية جداً طبعا في مصر حصل تقدمات وحصل يعني تقدمنا جدا بس لسه لسه احنا لسه لسه يعني قدامنا كتير عشان نوصل لكده وطبعا هم كمدربين بيبقى عندهم دور كبير انه يساعدوا اللاعب ان هو يوصل لكده ويحقق طموحاته ان هم زي ما بيقول لك يعني المدرب هو اللي بيساعد الفريق او بيساعد اللعيب ان هو يبقى يبقى يوصل في مستوى الاحترافي ده ويتكلم كمان عشان اللعيب يوصل للمستوى المصري اللعيب المصري يوصل للمستوى الاحترافي ده لازم لازم يبقى عنده اهداف ولازم يبقى 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 في البيئه اللي هو عايش فيها يبقى عنده اهداف وطموحات ولازم يبقى عنده الاستمراريه قوي والاستمراريه دي محتاجه تضحيات كتيره بس اهم حاجه اللي هو اتكلم عليها برضو ان لازم يكون عنده الاستمراريه اخيرا كوتش يعني عايز اعرف احلامك وطموحاتك مع نادي الاتحاد السكندري الفتره الجايه ان شاء الله وعايزك تقول كلمه لجمهور الاتحاد الاتحاد زي ما بيقولونا في اسكندريه الاتحاد دوله جمهور كبير نادي عريق عايز تقول لهم ايه وايه احلامك مع الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد yeah, need to have the طبعا هو بيتكلم ان هو عايز يخلي ان شاء الله نادي الاتحاد يبقى نادي منافس نادي قوي ومنافس وعايز بالاسلوب لعبه وبالهويه بتاعته ان الاتحاد لما يكسب يكسب بالاسلوب بالهويه طبعا هو عنده هو مثل انديه جماهيريه كبيره وعارف ان الانديه الجماهيريه ان هم لازم يكسبوا او هو على طول بيبقوا عايزين يكسبوا فهو بس مش يكسبوا بس يكسبوا بهويه وباسلوب فدي حاجه هو عنده الخبره فيها ويشتغل واشتغل عليها مع الاتحاد وطبعا الـ 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 الكوتش اتكلم ان هو طبعا يعني حتى هو يعني الوقت اللي هيقعد فيه هو عايز يبني اساس لنادي الاتحاد الاساس ده النادي الاتحاد يفضل مكمل عليه بالهويه دي ويفضلوا ناجحين ان شاء الله لابعد حاجه. that uh, one day when we go we leave a good base and a good uh, and a good uh, squad for the next years. كوتش ثانك آه، عايز اشكره واتمنى آه، له التوفيق طبعا الفتره الجايه مع نادي الاتحاد واحد من المدربين اللي صنعوا اسم كبير في كره القدم المصريه بالتوفيق جود لك وان شاء الله نشوفك ببطولات مع نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله الموسم ده